सुनाइए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुबाई मुजर्रद बिदान की रुबाई मुजर्रद एक बार मशहूरत पर वजन फाल युफाल फाल लतन चुनत दहरज तो गलतानी दन दहरज युदहरज दहरजतन फहुव मुदहरज दुहरज युदहरज दहरजतन फذاك مدحرج لم يدحرج لم يدحرج لا يدحرج لا يدحرج لن يدحرج لن يدحرج الأمر منه دهري لتدحرج ليدحرج ليدحرج والنهي عنه لا تدحرج لا تدحرج لا يدحرج لا يدحرج والظرف منه مدحرج مدحرجان رباعي مزيد فيه بدان كرباعي مزيد فيه رأس أبواب مشهور أسباب أول بر وزن تفعل لا يتفعل لو تفعل لن تن التدحرج غلطيدا تدحرج يتدحرج تدحرجا فهو متدحرج وتدحرج يتدحرج تدحرجا فذاك متدحرج لم يتدحرج لم يتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج لن يتدحرج لن يتدحرج الأمر منه تدحرج لتدحرج ليتدحرج ليتدحرج والنهي عنه لا تتدحرج لا تتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج والظرف منه متدحرج متدحرجان باب دوبون بر وزن افعل لا يفعل له افعل لا لن تن الاقشعرار موي بر بدن برخاصا اقشعر يقشعر اقشعرار فهو مقشعر واقشعر يقشعر اقشعرارا فذاك مقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لن يقشعر لن يقشعر الامر منه اقشعر 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 لتقشعر 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 ليقشعر 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 والضر والنهي عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر والظرف منه مقشعر مقشعران باب السبون بر وزن افعل لا يفعل لو افعل لا لن تن الاحرنجام انبه شدا احرنجم يحرنجم احرنجاما فهو محرنجم واحرنجم يحرنجم احرنجاما فذاك محرنجم لم يحرنجم لم يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم لن يحرنجم لن يحرنجم الامر منه احرنجم لتحرنجم ليحرنجم ليحرنجم والنهي عنه لا تحرنجم لا تحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم والظرف منه محرنجم محرنجمان أبواب مثال ثلاثي مجرد باب أول مثال واوي أسباب ضربتنا الوعد والعدة وعد كردن وعد يعد وعدا وعيدة فهو واعد ووعد يوعد وعدا وعيدة فذاك موعود لم يعد لم يوعد لا يعد لا يوعد لن يعد لن يوعد الأمر منه عد لتوعد ليعد ليوعد والنهي عنه لا تعد لا توعد لا يعد لا يوعد والظرف منه موعد والجم مواعد والآلة منه ميعد ميعدة ميعد والجم مواعد ومواعيد وأفل تفضيل المذكر منه أوعد والجم أواعد والمؤنث منه وعد وعديات وعد باب دوم مثال ياي أسباب ضربتنا اليسر والميسر قمار باختن يسر 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 وميسر فهو يسر ويسر يسر يسر وميسر فذاك ميسر لم يسر لم يسر لا يسر لا يسر لن يسر لن يسر الأمر منه إيسر لتوسر ليسر ليسر والنهي عنه لا تيسر لا توسر لا يسر لا يسر والظرف منه ميسر والجو مياسر والآلة منه ميسر ميسرة ميسار والجو مياسر ومياسر وأفل تفضيل المذكر منه أيسر والجم أياسر والمؤنث منه يسرى يسريات يسر باب السبب مثال واوي السمعات الوجل ترسيدا وجل يوجل وجلا فهو واجل ووجل يوجل وجلا فذاك موجول لم يوجل لم يوجل لا يوجل لا يوجل لن يوجل لن يوجل الأمر منه إيجل تجل يوجل يوجل والنهي عنه لا توجل لا توجل لا توجل لا توجل لا يوجل لا يوجل والظرف منه موجل والجو مواجل والآلة منه ميجل ميجلة ميجال والجو مواجل ومواجل وأفل تفضيل المذكر منه أوجل والجم أواجل والمؤنث منه وجل وجليات وجل باب شهر مثال واوي أسباب كرمة الوسام والوسامة حسين شدن وسم يوسم وسام وسامة فهو وسيم لم يوسم لا يوسم لن يوسم الأمر منه أوسم ليوسم النهي عنه لا توسم لا يوسم والظرف منه موسم والجم مواسم والآلة منه ميسم ميسمة ميسام والجم مواسم ومواسم وأفل تفضيل المذكر منه أوسم والجم أواسم والمؤنث منه وسمى وسميات وسم أبواب مثال ثلاثي مزيد فيه باب أول مثال واوي أسباب إفعال الإيقاد آتش فروختا أوقد يوقد إيقادا فهو موقد وأوقد يوقد إيقادا فذاك موقد لم يوقد لم يوقد لا يوقد لا يوقد لن يوقد لن يوقد الأمر منه أوقد لتوقد ليوقد ليوقد والنهي عنه لا توقد لا توقد لا يوقد لا يوقد وظرف منهم موقد موقدان باب دوب مثال واوي أسباب تفعيل التوكيل سبورت كاردن وكل يوكل توكيلا فهو موكل ووكل يوكل توكيلا فذاك موكل لم يوكل لم يوكل لا يوكل لا يوكل لن يوكل لن يوكل الأمر منه وكل توكل يوكل يوكل والنهي عنه لا توكل لا توكل لا يوكل لا يوكل والظرف منه موكل موكلان باب السبوم مثال واوي أسباب مفاعلة المواظبة مسلسل كاركردن واظب يواظب مواظبة فهو مواظب وواظب يواظب مواظبة فذاك مواظب لم يواظب لم يواظب لا يواظب لا يواظب لن يواظب لن يواظب الأمر منه واظب لتواظب ليواظب ليواظب والنهي عنه لا تواظب لا تواظب لا يواظب لا يواظب والظرف منه مواظب مواظبان
باب چهارو مثال واوی از باب تفاعل چون توکل توکل کردن توکل یتوکل توکل فهو متوکل و توکل یتوکل توکل فذاک متوکل لم یتوکل لم یتوکل لا یتوکل لا یتوکل لا یتوکل لم یتوکل الامر منه توکل لتتوکل یتوکل یتوکل والنهی عنه لا تتوکل لا تتوکل لا یتوکل لا یتوکل والظرف منه متوکل المتوکلان باب پنجم مثال واوی از باب افتعال چون الاتقاد و تشفروختن اتقد يتقد اتقاد فهو متقد و اتقد يتقد اتقادا فذاك متقد لم يتقد لم يتقد لا يتقد لا يتقد لا يتقد لا يتقد الامر منه اتقد لتتقد ليتقد ليتقد والنهي عنه لا تتقد لا تتقد لا يتقد لا يتقد والظرف منه متقد متقدان باب ششم مثال واوی از باب استفعال چون الاستجاب سزاوار چیزی شدن استوجب يستوجب استجابا فهو مستوجب واستوجب يستوجب استجابا فذاك مستوجب لم يستوجب لم يستوجب لا يستوجب لا يستوجب لن يستوجب لن يستوجب الامر منه استوجب لتستوجب ليستوجب ليستوجب النهي عنه لا تستوجب لا تستوجب لا يستوجب لا يستوجب والظرف منه مستوجب مستوجبان ابواب اجوف ثلاثي مجرد باب اول اجوف واوي اسباب النصارات من القول قفتان قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال الامر منه قل لتقل يقل يقال والنهي عنه لا تقل لا تقل لا, يق لا تقل لا تقل لا يقل لا يقال والظرف منه مقال والجو مقاول والآلة منه مقول مقولة مقال والجو مقاول ومقاول وافل تفضيل مذكر منه اقول والجمع اقاول والمؤنث منه قول قوليات قول باب دوم اجوف يعي الضربه البيع فروختا باع يبيع بيع فهو بائع وبيع يباع بيع فذاك مبيع لم يبع لم يباع لا يبيع لا يباع لن يبيع لن يباع الامر منه بيع لتباع ليبيع ليباع والنهي عنه لا تبيع لا تباع لا يبيع لا يباع والظرف منه مبيع والجمع مبايع والآلة منه مبيع مبيعة مبيع والجمع مبايع ومبايع عفل تفضيل مذكر منه ابيع والجمع ابايع والمؤنث منه بوع بوعيات بويع باب السبوم أجوف يا أجوف واوي السمعات من الخوف ترسيدا خاف يخاف خوفا فهو خائف وخيف يخاف خوفا فذاك مخوف لم يخف لم يخف لا يخاف لا يخاف لن يخاف لن يخاف الأمر منه خف لتخف ليخف ليخف والنهي عنه لا تخف لا تخف لا يخف لا يخاف والظرف منه مخاف والجمع مخاوف والآلة منه مخوف مخوفة مخواف والجمع مخاوف ومخاويف وأفل تفضيل المذكر منه أخوف والجمع أخاوف والمؤنث منه خوف خوفيات خوف أبواب ثلاثي مزيد فيه أز أجوف باب أول أجوف واوي أز باب إفعال كن الإقامة قائم كردن أقام يقيم إقامة فهو مقيم وأقيم يقام يقام إقام إقام إقامة فذاك مقام لم يقم لم يقم لا يقيم لا يقام لن يقيم لن يقام الأمر منه أقم لتقم ليقم ليقام والنهي عنه لا تقم لا تقم لا يقيم لا يقام والظرف منه مقام مقامان باب دوم أجوف يا أجوف واوي أسباب التفعيل شن التقويم استوار كردن قوم يقوم تقويما فهو مقوم وقوم يقوم تقويما فذاك مقوم لم يقوم لم يقوم لا يقوم لا يقوم لن يقوم لن يقوم الأمر منه قوم لتقوم ليقوم ليقوم والنهي عنه لا تقوم لا تقوم لا يقوم لا يقوم والظرف منه مقوم مقومان باب سبم أجوف واوي أسباب مفاعلة شن المقاومة مقابل كردن قاوم يقاوم مقاومة فهو مقاوم وقوم يقاوم مقاومة فذاك مقاوم لم يقاوم لم يقاوم لا يقاوم لا يقاوم لن يقاوم لن يقاوم الأمر منه قاوم لتقاوم ليقاوم ليقاوم والنهي عنه لا تقاوم لا تقاوم لا يقاوم لا يقاوم والظرف منه مقاوم مقاومان باب تهرم أجوف يعي أسباب التفاعل تن التدين دين دار شدن تدين يتدين تدينا فهو متدين وتدين يتدين تدينا فذاك متدين لم يتدين لم يتدين لا يتدين لا يتدين لن يتدين لن يتدين الأمر منه تدين لتتدين ليتدين ليتدين والنهي عنه لا تتدين لا تتدين لا يتدين لا يتدين والظرف منه متدين متدينان باب پنجم أجوف جاي أسباب افتعال تن الاختيار پسند كردن اختار يختار اختيارا فهو مختار واختير يختار اختيارا فذاك مختار لم يختر لم يختر لا يختار لا يختار لن يختار لن يختار الامر منه اختر لتختر ليختر ليختر والنهي عنه لا تختر لا تختر لا يختر لا يختر والظرف منه مختار مختاران اختار 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 اختارت اختارتا اخترنا اخترت اخترتما اخترتم اخترتي اخترتما اخترتن اخترت اخترنا اختير اختير اختيرا اختيرو اختيرت اختيرتا اخترنا اخترت اخترتما اخترتم اخترتي اخترتما اخترتن اخترتو اخترنا يختارو
يختار يختاران يختارون تختار تختاران يختارنا تختار تختاران تختارون تختارين تختاران تختارنا أختار نختار يختار يختار يختاران يختارون تختار تختاران يختارنا تختار تختاران تختارون تختارين تختاران تختارنا أختار نختار لم يختار لم يختر لم يختارا لم يختاروا لم تختر لم تختارا لم يختارنا لم تختر لم تختارا لم تختاروا لم تختاري لم تختارا لم تختارنا لم أختر لم نختر لم يختر لم يختر لم يختارا لم يختاروا لم تختر لم تختارا لم يختارنا لم تختر لم تختارا لم تختاروا لم تختاري لم تختارا لم تختارنا لم أختر لم نختر لن يختار لن يختار لن يختار لن يختاروا لن تختار لن تختار لن يختارنا لن تختار لن تختار لن تختاروا لن تختاري لن تختار لن تختارنا لن أختار لن نختار لن يختار لن يختار لن يختار لن يختاروا لن تختار لن تختار لن يختارنا لن تختار لن تختار لن تختاروا لن تختاري لن تختار لن تختارنا لن أختار لن نختار اختر اختر اختارا اختاروا اختاري اختارا اختارنا لتختار لتختر لتختارا لتختاروا لتختاري لتختارا لتختارنا ليختر ليختر ليختارا ليختاروا لتختر لتختارا ليختارنا لأختر لنختر ليختر ليختر ليختارا ليختاروا لتختر لتختارا ليختارنا لأختر لنختر لا تختر لا تختر لا تختارا لا تختاروا لا تختاري لا تختارا لا تختارنا لا تختر لا تختر لا تختارا لا تختاروا لا تختاري لا تختارا لا تختارنا لا يختر لا يختر لا يختارا لا يختاروا لا تختر لا تختارا لا يختارنا لا أختر لا نختر لا يختر لا يختر لا يختارا لا يختاروا لا تختر لا تختارا لا يختارنا لا أختر لا نختر شاباش بيت شاباش جي اگلا باب لکھئے باب ششم اجواف واوی باب ششم اجواف واوی اسباب استفعال اسباب استفعال چون الاستقامت چون الاستقامت استوار شدن استوار شدن سمجھ میں ہے بھائی یہ استوار شدن یعنی سیدھا ہونا جی گردان لکھیے استقام یستقیم استقامتن استقام یستقیم استقامتن فهو مستقیم فهو مستقیم و استقیم یستقام استقامتن واستقيم يستقام استقامة فذاك مستقام فذاك مستقام لم يستقم لم يستقم لم يستقم لم يستقم لا يستقيم لا يستقام لا يستقيم لا يستقام لن يستقيم لن يستقام لن يستقيم لن يستقام الأمر منه استقم لتستقم الأمر منه استقم لتستقم ليستقم 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 والنهي عنه والنهي عنه لا تستقم لا تستقم لا تستقم لا تستقم لا يستقم لا يستقم لا يستقم لا يستقم والظرف منه مستقام مستقامان والظرف منه مستقام مستقامان فائدة آگے لکھئے بھئی فائدہ گاہے اصل مادہ پر
گاہے اصل مادہ پر دلالت کے لیے، اصل مادہ پر دلالت کے لیے ترک اعلال کرتے ہیں، ترک اعلال کرتے ہیں، جیسے استحوذ یستحوذ ہا واو اور زال ہے بھائی آخر میں زال، استحوذ یستحوذ استحواذن، استحواذن، فہو مستحوذ، فہو مستحوذ، لکھ لیا بھائی؟ معنی بھی لکھنے، الاستحواذ غلبہ حاصل کردن، الاستحواذ غلبہ حاصل کردن، اچھا بھائی اب ذرا اس باب کی بھی بھائی تعلیلات آپ سنائیں ذرا بھائی، استقام اصل میں کیا تھا؟ استقوم بروزن استخرج، ہاں استقوم بروزن استخرج، پھر کیا کیا؟ واو متحرک ما قبل، واو کا فتح ما قبل کو دے دیا اور ما قبل فتح کی وجہ سے، ہاں واو کا فتح ما قبل کو دیا، استقوم قاف ساکن تھا نا، واو کا فتح ما قبل کو دیا اور واو کو کیا کر دیا؟ ما قبل فتح کی وجہ سے الف کر دیا، استقام ہوا. لم یستقیم کیا تھا؟ لم یستقیم بروزن لم یستخرج، شابش، لم یستقویم بروزن لم یستخرج تھا بھائی، پھر کیا کیا؟ واو پر کسر ثقیل تھا ما قبل کو دیا، ہاں واو پر کسر ثقیل تھا وہ ما قبل کو دے دیا، واو کو ما قبل کسرہ کی وجہ سے یا سے بدل، ہاں واو کو ما قبل کسرہ کی وجہ سے کس سے بدلا؟ یا سے بدلا، کیا ہوا؟ لم یستقیم، لم یستقیم، پھر کیا ہوا؟ پھر اجتماع ساکنین، ہاں پھر اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا، تو ایسی صورت میں اول حرف مدہ جو ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں، تو کیا ہوا؟ لم یستقیم، لم یستقیم ہوا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ لم یستقیم. اچھا اجتماع ساکنین علی حد ہی آپ نے پڑھا یہ جائز ہے، اور اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی جائز نہیں ہے بھائی. اچھا تو اجتماع ساکنین علی حد ہی کہتے کس کو ہیں بھائی؟ وہ جس میں پہلا حرف مدہ ہو، ہاں اور دوسرا مدغم ہو. شاباش، وہ دو ساکن کے جن میں پہلا ساکن کیا ہو؟ مدہ ہو، حرف مدہ ہو، یعنی ایسا واو الف یا ہو جس کی ما جن کی ما قبل کی حرکت ان کے موافق، ان کے موافق ہو، اور ثانی ساکن کیا ہو؟ مدغم ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتماع ساکنین علی حد ہی، اور یہ جائز ہے بھائی. جیسے احمار، یہ آپ نے پڑھا بھائی، وہاں دیکھو الف کو نہیں گرایا کیونکہ اجتماع ساکنین علی حد ہی ہے، یہ جائز ہے. چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.